إذا مشاهدينا، الحديث أكثر عن المتحور الجديد لفيروس كورونا وتداعياته المحتملة. معنا هاتفيا من اسطنبول استشاري الأمراض الباطنية والمناعة دكتور عاطف زكي. مرحبا بك يا دكتور عاطف معنا. أهلا وسهلا، السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك فضل. حياكم الله. إذا دكتور عاطف، بعد هونغ كونغ وبلجيكا، الآن هولندا أعلنت وصول عشرات الحالات من المصابين بفيروس كورونا المتحور إلى أراضيها. كيف ترى إمكانية انتشار متحور كورونا الجديد في العالم وما مدى خطورته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو البلاد اللي هي جه فيها المتحور ده لازم يكون عندهم دراسة وتقييم للأعراض وللحالات اللي هي جات لهم، هل هي لها علاقة فعلا بالمتحور بتاع كورونا ولا دي حالة مختلفة؟ ادي اول حاجة، وعشان نحكم استجابة العلاج لأي نوع من أنواع العلاج لازم يكون في شفافية مطلقة في البلاد اللي هي بيظهر فيها المتحور ده، على أساس يعني يبقى في نشر للمعلومات بين الدول لتقييم المتحور الجديد. طبعا لازم البلاد تبعد عن الموضوعات السياسية وتشوف المصلحة العامة. في بلاد بتخفي المعلومات عن اي اصابه جديده عندها في البلد، وده بيضر الحاله، فلازم يبقى في شفافيه بين البلاد عشان تكتشف فعلا هل التحور الجديد ده له علاقه بالكوفيد اللي احنا مرينا بيه خلال السنتين اللي فاتوا ولا لا. يعني حتى الان الامور غير واضحه مع وصول العشرات يعني حتى الان الى اوروبا. ما نقدرش نحكم طبعا، لان الحالات يعني الحالات قليله. ثانيا ما فيش بيانات مطلقه لتحديد الاصابه الجديده، هل هي نفس طرق العدوى، هل هي نفس الاعراض، هل استجابتها للعلاج نفس الاستجابه ولا لا. من وجهة نظرك دكتور، يعني متحور كورونا الجديد في العالم الآن، بعد أن تخفف العالم من الإجراءات الاحترازية الصارمة، إلى أي مدى ترى أن يعني الخبرة العالم الآن عموما، كل دول العالم بهذا الوباء منذ أكثر من سنتين، يمكن أن تمكنه من التقليل من انتشار هذا المتحور الجديد إذا ما انتشر بسرعة؟ يعني دلوقتي العالم بقى مستعد بكل الطرق والوسائل لمكافحة هذه الجائحة. ثانيا الخبرة المتبادلة بين الدول في الحد من الانتشار هو السبب عشان نكتشف انتشار النوع. دكتور عاطف زكي، إذن دكتور عاطف زكي استشاري الأمراض الباطنية والمناعة، شكرا جزيلا لك، حدثنا هاتفيا من اسطنبول.